أمي. فيني أعرف ليش هيك عم تعملي؟ احكيلي ليش؟ اتركني، أنا بعرف أصلاً إنك ما بتحبني وما بيهمك إذا كنت زعلانة أو مبسوطة. هالحكي مو صحيح، بتعرفي قديش بحبك. ابني، أنا ما بكره لجانجا أبداً وما بتمنى له غير كل خير، بس في شغلات ما لازم تساويها الأرامل. أكيد بكرة إذا راحت على المدرسة رح يصير عندها رفقات ورح تغير تيابها، وهالشي ما بيجوز أبداً على اعتبار إنه هي أرملة حتى لو كانت صغيرة. أنا عم بحكي مشانها. طيب شو رأيك إذا جبنا لجانجا أستاذ يدرسها هون بالبيت، يعني اللي بقصده بلا ما تروح المدرسة، وهيك بتضل جنبك هون. فكرة كتير حلوة، يا ريت كمان لو بتخليه يعطيها شوية دروس بالأدب والأخلاق. مثل ما بدك، لكن أنت بتشوفي بالأول، وإذا ما عجبك مشان نلاقي أستاذ تاني. المهم ست الكل تكون رضيانة. بما أنه الدروس بالبيت أكيد بده مصاري كتير، مو هيك؟ أمي، من طول عمرك وأنتي بتتبرعي للمحتاجين، وجانجا كمان بنت وحيدة وما في إلها غيرنا. صدقيني رح يصير إلها مستقبل كتير كبير. شو قلتي؟ اتفقنا مع هيك؟ لا لا، لسه ما اتفقنا على شي. رح اسمح لها تدرس بس بحالة واحدة، بس إذا بتصير تمشي حسب العادات والتقاليد لازم تلتزم بكل شي بقلها إياه، وإذا ما التزمت تأكد ما رح اسمح لها تتعلم ولا حتى حرف واحد. جانجا رح تساوي اللي بدك إياه، تركي هالموضوع علي، المهم إنك تكوني مرتاحة. ماشي؟